طيب عايزه اروح لاحمد وبلاش نشخصن المساله عليك. تمام. انت ايه اللي مخليك واخد القرار ده بما انك بتشوف حواليك ناس بتفشل الطلاق المبكر، ولا اللي بيقعدوا قبل 24 سنه او 25 سنه بعدين بيتطلقوا؟ شايف لا شايف في الدنيا مقفوله انا مش سودا خالص؟ هقول عليا انا، بس هقول لك حتى انا يعني لما قالوا لي ان انا هاجي فسالت اصحابي يعني عارف اللي هو تو ذا بوينت، وادي احمد انت ما اتجوزتش ليه؟ محمد انت ما اتجوزتش ليه؟ انا عايز ردكم. فمن ضمن الامثله انت اللطيفه سالت عزاب زيك انا اصحابي انا عارف اسبابه، ولسه انا ليا مروا بتجربه؟ لا انا ليا اسبابي، واسبابي نوعا ما اسريه، خلفيه اسريه مدمره تقريبا، فانا واخد قرار او كنت احلم ان انا اعوض هذا الشيء، لما ما اتعوضش رفضت بقى، مش هاخد التجربه عشان الفشل. ولكن في المجمل الزواج الشرقي هو عامل زي اتحاد ملاك عماره كده، الراجل بيتعامل مع البنت على انها شقه جديده رشه دواخل، ما اعرفش مين مشطبها، مين مش عارف ايه بكام. انتوا لاحظتوا انه كام وقت من الحلقه انتوا قعدتوا انت فاهم انت بتقول ايه؟ وقعد مع ثلاث ستات. انتوا كستات اتكلمتوا قد ايه؟ اتكلمتوا قد ايه القايمه؟ انا سالتكم انتوا كستات. السيادة المأذون محمد بيه قال لك الاختيار وال تمام، ما عنديش والتوافق. انتوا اتكلمتوا في القايمه قد ايه؟ الجزء الزواج الشرطي، الزواج الشرطي بمعنى ايه؟ انا مش فاهم. ادخل على اللايف شوف كام سؤال وكام تعليق جاي فقط على موضوع القايمه من رجاله ومن ستات. يبقى الموضوع مادي، مش الموضوع ان انا حبيت واتحبيت. هقول لك الموضوع ايه من تعليقات الناس. بتقول لك نصيحه القايمه بقت قله ادب عشان يجبروا الراجل ما يسيبش بنتهم لو طلعت زفت. ادي راي. الراي الثاني بيقول لك ما هو هل تسهيل الاجراءات الجواز زياده عن اللازم مش بيبوظ الجواز او يحسسهم انها رخيصه؟ كلام من ايات ومن نجله وفي كتير، فهو مش راينا احنا. دي ازمه بتوقف جوازات كتير. الاهالي بيبقوا خايفين على بنتهم من اللي بيسمعوه، والراجل بيبقى خايف برضه على نفسه من اللي بيسمعه. طب وانا اسف، البروبوزل اللي بتشوفه في الافلام الاجنبي وديو ماري مي وينزل على ركبته ولا اهلها ولا دي عادات غربيه بين المستهجنه بتحصل دلوقتي عندنا. تمام، بس لا خالتها بتتدخل ولا اصل احنا هنجيب دهب باكتر. التفاصيل اللي عندنا كمجتمع شرقي ده لود على اي راجل اصلا. نتيجه العادات الغربيه دي ايه؟ ان هو تقريبا دلوقتي هم ما فيش جواز، ما فيش حاجه، واي جوازه ما بتكملش لسه غير دعوات مش عارفه ايه. غير الحاجات، غير العيال الكتير اللي بيترموا في الملاجئ. طيب انا عايز اقول حاجه. احنا مبدئيا بنناقش افكار، يعني ايه؟ احنا مش بنشخصن الموضوع خالص، فاحنا بنناقش فكره عشان ده هيديني مساحه ان اتكلم براحتي من غير ما استاذ احمد يزعل، وهو بيناقش فكره فده يديني مساحه ان هو يتكلم براحته. احنا نعرف الفكره دي صح ولا غلط ازاي؟ تعالوا نعمم الفكره. يعني تعالوا نقول فكرة الجواز ونعممها، فالناس كلها تتجوز، فالناس تتكاثر وتتناسل، والمجتمع يكبر ويبقى فيه ناس ناجحة. دي فكرة عممناها. طب لو احنا عممنا فكرة عدم الجواز هنوصل ليه؟ أنا معاك. احنا بكرة على دول على دول، احنا بكرة ما هي ما هي لو فتنا في الأرض ما هو ما هو لو ما هي لو هي لو الفكرة أنت متبنيها صح، تعالى نعممها، تعالى أنا موافق، تعالى يلا النهاردة نقول احنا هنجرب ده لمدة 10 سنين. 10 سنين هنعمم فكرة عدم الجواز، فهنوصل لإيه؟ لازم انا عايز لازم الناس كلها تعمل نفس الشيء. طبعا انا عايز ارجع بس استاذ محمد فكره القايمه. يعني انا دايما عندي وجهه نظر، الناس اللي بتقعد تكتب القايمه وكم دولاب وكم نيش وده، انت في الاخر مأمن الراجل على بنتك، لا حته منك وممكن يكون ما عندكش غيرها، مش مأمنه على شويه خشب. وفي نفس الوقت هل القايمه دي هل دي اصول مصريه يعني مثلا، ولا هي من الدين في شيء، ولا لانه بيحصل بيها مهازل بعد كده في اول خناقه تبص تلاقي ان هي راحت جايبه عربيه لما عفشها وماشيه وتعمله تتهمه بتبديد قايمه ويتحبس الراجل. طب اولا لازم نقول قاعده احنا اتفقنا عليها بره احنا الثلاثه، الا وهي ايه؟ ان القايمه ومؤخر الصداق وكل الحقوق الماديه ما بتكفلش حياه سعيده. تيسير كاتبه بتقول مفيش ضمانة. بتقول زي ما بتقول بالظبط. الست لو كارهه بتسيب القايمه والمؤخر وكل حاجه وتطلع بالضمانه الوحيده هي الاخلاق. طيب ده كده موضوع. الموضوع الثاني بقى، هي القايمه دي موقفها ايه من العرف ومن الشرع؟ ايه هي القايمه؟ اولا القايمه دي هي مقدم صداق المراه. انا كاتب قايمه وهكتب لبنتي قايمه الا ان يقول لي يا حمايا العزيز انا هجيب كل العفش وهديها مؤخر صداق في ايديها، فمش هكتب قايمه. او نجيب العفش بالنص، انا مش هقدر اجيب العفش كله، نجيب العفش بالنص لكن انا هديها مقدم صداق، او هكتب مؤخر صداق كبير. ففي الحاله دي مش هكتب قايمه، لكن المهر واجب من واجبات الزواج. طب انت ما اديتهاش مهر ومش عايز اللي انت جبته بفلوسك يبقى مهرها، طب
طب فين المهر؟ فين فالتمسوا لها ولو ختم من حديد؟ وقتهن مهورهن، يعني ده ركن اساسي من الزواج، واجب من واجبات الزواج طبعا. فهي القايمه دي اتفضلي. لا بس انا بقول ان انت شخصيا قلت هتكتب لبنتك قايمه، تكتب لها قايمه طبعا، او يجيب العفش كله ويديها مهر ما تكتبش حاجه. اه في ثلاث او اجيب معاه العفش بنص ويكتب لها مؤخر صداقه. طب هل ده يكفل حياتها السعيده؟ لا مش هيكفل حياتها السعيده، لكن ده هيبقى عوض ليها لا قدر الله لو حصل حاجه، مش حاجه تعوضها عن الانفصال، لكن هيبقى عوض ليها. هو ربنا اللي قال كده، قال هو يعني ده في الشرع، بما استحللتم من فروجهن لهن المهر، بما استحللتم من فروجهن، ده الشرع. فده هيكفل لها عوض ليها من جانب، ومن جانب تاني القايمه والمؤخر والكلام ده احيانا بفرمل الزوج. احنا ليه هنقعد نقول المؤخر ده المفروض ان هو الزوج بيدفعه على حياه عينه المفروض الناس ده. الله يفتح عليك. وبعدين وحتى لو توفى الناس فاكره ان المؤخر ده زي ما الناس فاكره. لا طبعا ده هو دين عليه، حتى لو توفى بيتشال من الميراث، ويتوزع بعد كده بيتاخد من الميراث قبل ما يوزعه. ما قلنا نقول بقى من الحاجات اللي بتاخر الجواز برده، هنسمعكم حسام سليمان على الصفحه بيقول انا كنت ماشي في مشروع جواز وانهيت العلاقه قبل الخطوبه عشان بتطلب ان انا اكتب الشقه باسمها. دي من الحاجات برضو اللي بتخلي الشباب يعني ده انتوا لسه كده بقى. احنا دخلنا زي ما احمد بيقول، دخلنا في الناحيه الماديه، عايزه شقه ويكتبها باسمها. طبعا طالما الطلب ده طلب ان افيلبل يعني، او طلب مش منطقي يعني، يبقى احنا كده دخلنا في ان انا متقدم لحد مادي. ففتره الخطوبه هي بينت له ان ده حد مادي، فاهماني؟ ده الهدف من الزواج بقى، مش ان احنا هو بالزبط. احمد انا ممكن بقى اوجه له هو الرساله اللي جت او جزء من الرساله اللي جت بالظبط، بتقول لك انا لا طبعا لي مؤخر ولا مهر ولا قايمه وطلقني وسابني على الحديده وخد كل حاجه، ما خدش حاجه من حقوقي. طب ما هو الراجل هنا بقى، ده الست اللي تخاف مش الراجل من الجواز. انا مشكلتي معاكوا دايما ايه اللي حاجه المادي بس. وفي واحده بتقول هو في رجاله في مصر بتدفع مهر؟ كام واحد يدفع مهر؟ يعني ده تعليق الستات على الصفحه. يكتب مؤخر صداقه زي استاذ محمد، يكتب مؤخر صداقه يعني بيكتبوا 7 جنيه و11 جنيه. لا ليه بقى؟ ما هو مش هيدفع، هو يكتب مؤخر صداقه. يكتب مؤخر صداقه طبعا، يكتب مؤخر صداقه طبعا في الحاجه مع بعض وخلاص، بالنص يشتركوا في الحاجه ويكتبوا مؤخر صداقه. مشكلتي برضو معاكم في الحلقه دي كلها الستات والرجاله، انه بتتكلموا في الماديات اكتر من العواطف. هي دي حاله خذلان يعني، هي اذا انت لقيت الانسان اللي تحبها هتتجوز مش رافض المبدا. ممكن انا ما اقدرش افتي واقول انه كومبليتلي، بس حتى انا بالعقل، انا عمري 43 سنه لو اتجوزت بكره حامل 9 اشهر يعني على 45 هبتدي اخلق. طب يعني هو انت ضامن بعد ساعه يا فندم؟ انا بتكلم انا بس انا بس عايز اوضح نقطه، انا عايز اوضح نقطه الا وهي ان احنا فانا رفضت الفكره تمام، مش هظلم حد معايا، مش هظلم بنت معايا، ما عنديش الطاقه الجسديه والفكريه ان انا اجري ورا عيل. طب انا عامل ليك، عندي ليك فكره كويسه. انا افترض واحده عندي عروسه ولا حاجه، لا عايز اه شفت بصوا انتبه ازاي. طب نفترض فعلا واحده جت، وعلى فكره مش عيب ومش حرام ان هي واحده عايزه تتجوز يعني على سنه الله ورسوله مش حاجه، وجت قالت لك على فكره انا معجبه بيك وانا عاوزه اتجوزك، هتقول لها لا انا مش عايزه اتجوز؟ بقالها 11 سنه. مالها؟ بقالها 11 سنه. ازاي يعني؟ يعني الواقعه دي موجوده في حياتي يعني؟ موجوده بقالها 11 سنه بتقول لك عايزه اتجوزك؟ يا ربنا يصبرك، انا ما اعرفش انت ازاي مش مقتنعه. احنا اخوات صحاب، ربنا يسامحك مش يصبرها، ربنا يسامحك. انا عايزه ادافع عن الزواج، قاعده لحد دلوقتي. الزواج اسمى بكتير من المواضيع الماديه والقايمه، لكن هو ده موضوع الحلقه. موضوع الحلقه بنتكلم على القايمه والناس ليه بتخاف من القايمه. لا لكن انت عايزني اكلمك عن الزواج، ده جزء من موضوع الحلقه. انا ليه اخاف؟ ست زي الفل على كلامك وقاعده مستنيه وصابره. انت مش عايز تتجوزها ليه؟ مش عايز ليه؟ وانا بقولها انت بتظلمي نفسك يعني، هو في الاخر هي زميله واخت وصديقه، ما بتحبهاش يعني؟ مفيش اي عاطفه. يعني انا بقول لك الفكره عندي عاطفيه، انتوا الفكره عندكم ماديه. ليه يعني متفقين؟ هي العاطفه غالبا بتيجي يعني قبل الجواز وبعد الجواز وبتكبر، وممكن ما يبقاش في حاجه ونبقى عادي ومتفاهمين ونحب بعض عادي جدا 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 بعد الجواز، لان هو قبل الجواز حاجه خالص. يعني ليا تعليق بس على الاستاذ احمد، هو قال حاجه معلش اعذرني. اتفضل. هو لو حضرتك كنت متجوز وحصل حمل وانت حضرتك في السن ده تمام دلوقتي، كان هيحصل ايه؟ كنت هتكمل عادي؟ اكيد هكمل، بس تمام. انا بس اصلا انا لا انجابي إذا يعني، إذا انا اصلا هذا الكوكب ما حدش ضامن عمره، عايز اجيب فيه اطفال ما حدش ضامن عمره. انا عناوين يعني انا هقطع شرايين. انا اقول لك هجيب لك دكتور يسري، عمرو يسري، لان انت الموضوع عندك تاني، موضوع تاني خالص. انا هقول لك حاجه كده، انت عندك مشاكل حصلت ليك من تجارب معينه نفسيه اثرت على حبك في الحياه. انا مش قصدي حاجه والله، انا شفتي لها علاقه متصالح جدا، في تروما اربع من خلال 4 سنين بقى عندي كلب وجاب من عن طريق الصدفه. لما جبت له البنت بتاعته لما وهي بتولد انا قاعد بعيط، فهو قالوا لي هو وما انت لو اتجوزت هتعمل ايه لما انت كلبتك بتولد قاعد بترتعش؟
فقلت احمد انت عندك شعور بالمسؤوليه بزياده لدرجه ان انت رفضت انك تخوض تجربه وتفشل اصلا. فده تحليل احد اصدقائي لما شاف موقفي من حيوان. فانا مش متخيل نفسي ان انا عندي مسؤوليه تجاه طفل اصلا بعيدا عن مدى جديه امه في العلاقه. انت احنا بنتكلم الاول على مسؤوليه تجاه واحده ست الاول قبل ما انا بقول مدى مسؤوليه جديه امه في العلاقه بعيدا عن الفلوس. انا طب الحمد هو لله مرتاح. الزواج ما هو مديلك باب او مديلك مخرج يعني حتى علي. يا اخي على سبيل التجربه لا ليه اجرب في حياه انسان ليه؟